كنت ناوي بعون الله يعني هشطب الشقه سوبر لوكس وهجيب اوضتين وصاله بمنافعهم، انضف حاجه من المناصره. ما هو عروستنا مش اي حد يعني، دي ست البنات. امال فين علا؟ خرجت مع بنت خالها في مشوار كده. خرجت؟ مش عارفه ان انا جاي ولا ايه؟ في حاجه حصلت بصراحه. بقول لك ايه يا نبيل، الجواز يا اخويا اسمه نصيب، وعلا اختي مش اسمتها. انت بتقول ليه كده بس يعني؟ شوف بقى يا استني انت يا حاج، بعد ما الحاره شافتك وانت بتتروق تحت البيت، ازاي اديك اختي واستامنك عليها وانت لا مؤاخذه مش عارف تحمي نفسك؟ بس يا عم انت بتقول ايه؟ انا برضو يعني نبيل باشا، بس العيال اتكترست عليها وخدتني غدر. غدر؟ معلش، وابقى اعمل حسابك المره الجايه، انا كنت مجهز لك حاجتك وكنت ناوي اجيبها لك لغايه عندك، بس ما عرفتلكش مطرح بعد ما استغنوا عليك في خدمتك. خلي بالك، انا راجع شغل تاني، وهرجع احسن من الاول، واللي هيقول لي كلمه هندمه. وماله، ما ترجع زي ما انت عايز، بس ما عندناش بنات للجواز. شرفتنا يا عم نبيل، وان شاء الله ربنا يكرمك بالاحسن مننا. خد واجبك كده يا اخويا. ادام البت راضيه والواد شاري، ما تمشيها يا سلطان، ولا انت يا اخويا هتتحمق لبتهم اكتر منهم؟ لما يبقوا مغبشين ومش شايفين الصالح اتحمق طبعا. امال هما عايز الكبار ايه في البيت عدم المؤاخذه يا اخويا؟ الكلام ده لما يكونوا عيالهم متشعبطين بحاجه مفيش منها مصلحه، انما ده جواز، والبت عمرها ما هتقول غير لما تبقى شاريه ابنك ورسمه دنيتها عليه. ما هو ده اللي مجنننا ايمان، اذا كان على الواد اللي اسمه صلاح، صلاح ده طول عمره رخيص ومحدش يشتري بفكه القرش حتى، انما ايه بنت جدال ترمي في سعر زي ده؟ يبقى كده الحكايه فيها ايه يا اخويا؟ هو ايه اللي ايه بنت جدال؟ ايه بنت جدال هي كانت بنت انصل الوز يعني؟ ما هي بنت زي بقيه البنات. بنت زي بقيه البنات؟ هو في حتتنا احلى منها؟ وبعدين لعلمك بقى، البنت دي شايفه روحها وتعليم عالي وفوق ده كله مخها يوزن 10 من سيزيفت ده، يبقى ازاي؟ بقول لك ايه يا ابو اشرف؟ اشرف ده الكلام بقى، ربنا بس يجيبه بالسلامه، يطلع ساعتها بقى اشرف، يطلع ايمن زي ما يطلع. كلنا يا اخويا واحنا في سنها فوتنا على اللي بتقول عليه ده، حلاوه فايره وعنين مفنجله ومخ من اللي يوزن بلد. انما بقى لو الحكايه مش راكبه في راسك، يبقى دور ورا المحروس وشوف ماسك على البت ايه، ولو يدراعها بالقوي. انت بتقولي ايه؟ ماسك عليها ايه يعني؟ يا اخويا ماسك عليها يعني عشمها وخلي، والبت خايفه بطنها تعلى وتبان وتتفضح. قالت لك الحق نفسي. انا هربك اسود يا صلاح.